السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديرو تحليل مباراه الجوله 15 من الدوري الانجليزي بريمير ليغ اللي كانت بين ويست هام والبلوز تشيلسي. وكالعاده كما غالبا التركيز ديالنا على تشيلسي بقياده المدرب الالماني توماس توخيل، واللي فضل يدخل بهذه التشكيله في حراسه المرمى ادواردو ميندي، ثلاثي خط الدفاع تياغو سيلفا، انطونيو روديغير واندريس كريستنسن. اما كظهير ايمن ريس جيمس وكظهير ايسر ماركوس الونسو. في خط الوسط عندنا جورجينيو وروبن تشيك. اما في ثلاثي خط الهجوم قيادة المغربي حكيم زياش بجانب الانجليزي ماوسن ماوش والالماني كاي هافرز. وقبل بداية المباراة كان فريق تشيلسي كيحتل المركز الاول ب 33 نقطة، اما المطارق ويست هام في المركز الرابع ب 24 نقطة. وكما كان متوقع دخل البلوز تشيلسي ضغط على دفاع ويست هام، وايضا كان كيلعب بتوازن كبير، ولكن رغم الضغط والاستحواذ الا انه كان كيصادم بالانتشار الجيد لويست هام باعتمادهم على التكتل الدفاعي، الا ان المدافع تياغو سيلفا فك الشفرة وسجل الهدف الاول بضربة رأسية من ركنية مركزة من ماوسن ماوس، إلا أن الرد جاء سريعا من الهامرز ويست هام بهدف تعادل عن طريق ضربة جزاء. ولكن الأسد المغربي حكيم زياش انتفض بواحد الأسيست أكثر من رائع، بحيث أعطى تمريرة سحرية مليمترية للاعب الإنجليزي ماوسن ماوس اللي سدد من سماها الماها ليعلن على الهدف الثاني للبلوز تشيلسي وسط فرحة المدرب توماس توخيل. ولكن قبل هاد الهدفين أول خطورة في المباراة كاملة كانت للمغربي حكيم زياش بعد عرضية من اللاعب ريس جيمس، الا ان الكره ما مشاتش معاه كما بغى. شفنا ايضا زياش ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك اكثر نشاط وديناميكيه في التحرك ديالو بالكره وبلا كره، وكان اكثر من رائع بكل صراحه. رجع الثقه اللي كان فتقدها نسبيا، وهذا كان كيبان جليا فاش كيكون واحد ضد واحد كيقصد المدافع نيشان، اضافه الى الاختراق والاعتماد على السرعه. والدليل اللي كيثبت ان زياش وصل لاعلى مستوياته خصوصا من الناحيه البدنيه، وهو كتلقاه لاعب في جميع المراكز، مره كجناح ايمن اللي كيخلق ثنائيه رائعه مع ريس جيمس، وايضا كجناح ايسر مع تفاهم كبير مع الظهير ماركوس الونسو، بالاضافه الى المشاركه في بناء الهجمه من وسط الميدان. بل اكثر من هذا كان حاضر حتى على المستوى الدفاعي، وهذه هي الخدمه اللي كان كيخدمها توماس توخيل مع حكيم زياش هذه السنه، والان حرفيا كيجني الثمار ديالها. وهذا الاسلوب اللعب ديال زياش ما كناش كنشوفوه بتاتا مع فريق اياكس امستردام. وبعد الهدف ديال هامرز ويست هام في الشوط الثاني، قرر المدرب الالماني توماس توخيل للاسف يخرج لينا حكيم زياش بالضبط في الدقيقه 64. والاهم كان وهو ان حكيم زياش قدم مباراه كبيره ما شاء الله، وساهم في الهدف الثاني اللهم بارك وزيد في ذلك. وكيف العاده التقييم ديال اللاعب المغربي زياش في هذه المباراه غادي تلقاوه في اول تعليق. وختاما كيبقى راي ديالكم في مستوى حكيم زياش ضد ويست هام. وكان معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.